طيب لسه مكملين مع حضراتكم حوارنا مع كابتن ميدو جابر وحان الان فقط الصبور. جاهز ولا ايه؟ جاهز ان شاء الله. جاهز. اجري. يلا بينا. السبوره. نعم ولا طريقة لعب البدري في الأهلي سبب عدم تألقي مع الفريق؟ لا بس أنا ما هو أنا في فترات كنت كويس يعني مش لم ألعب في مركزي المفضل خلال فترتي مع النادي الأهلي؟ لا 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 لعبت في مركزك؟ اه لا اللي بعده رحلت عن الاهلي لانقاذ مسيرتي الكرويه نعم ام لا؟ هو المفروض مش عارف اقول ايه بس لا مش لا طبعا ولا نعم بنفس الطريقه لا امال ايه؟ طب اللعب للنادي الاهلي طبعا حاجه كبيره جدا وان انا انا قلت لك قبل كده ان انا امشي من النادي الاهلي او اطلب ان انا امشي من النادي الاهلي او حتى لو النادي الاهلي هو اللي مشاني او كده ده موضوع صعب جدا. رحلت عن الاهلي بسبب او علشان انت برضه بص ولا انت موجود في النادي الاهلي مسيرتك مش بتنتهي خالص ماشي كمل انت الجمله انا شلت لك تمام نعم او لا شلتها يعني فخليتها لك اكمل رحلت عن الاهلي ليه؟ ها؟ عايز ابقى بشارك بصفه مستمره ان انا العب كوره انا مش إيه في فتره لا مش الانقاذ ممكن الحفاظ على مستواي بس مش الانقاذ مسيرتي الكرويه يعني اللعب للنادي الاهلي دي حاجه كبيره يعني ماشي اللي بعده اشترطت على الاهلي اللاعب اساسين او الرحيل للمقاصة نعم ام لا؟ لا ما اشترطتش؟ لا ما اشترطتش ما اتكلمتش في مسألة لا خالص رفضت الانتقال للزمالك بعد علمي ان هناك تأخير في مستحقات اللاعبين لا طبعا لا طبعا لا. انت ما تعرضش عليك من الاهلي للزمالك من الاهلي للزمالك ازاي؟ من مرحلة الاهلي من بعد الاهلي انك تروح الزمالك لا لا ما تعرضش ارفض الانضمام الى الزمالك لاني اهلاوي نعم ام لا انت جايبها بصيغه تانية يعني السؤال اللي كان في الحلقه انت جايبه هنا والله ما بشوفها انا بحلف لك بالله لان لا نعم ولا لا النادي الزمالك نادي كبير طبعا ومش مش يعني ما ينفعش اقول ان انا لا او نعم السؤال بصراحه مش لا نعم ولا بجد لا تعليق لا تعليق ماشي الضغط الجماهيري يمنع العديد من اللاعبين من التألق هو مش نقطة الضغط الجماهيري الضغط الجمهور دايما عايز الكرة في الشبكة انت فاهم يعني انت لو جبت جون هو ده صح في الكرة خلي بالك هو مش غلط بس انت ممكن تعمل ادوار كتيرة جدا الناس ما تبقاش واخدة بالها انت مش هتقعد كل حاجة نقضيها دبلوماسية نلغي الفقرة بقى هات السؤال تاني هات السؤال تاني الضغط الجماهيري يمنع العديد من اللاعبين من التألق نعم ام لا نعم. بس شفت موضوع سهل ازاي نعم. انا بقول لك نعم هو بس هو مش ماشي. نعم. الرد مش يلا. تمام كده رحيل حسام عاشور سيؤثر بالسلب على لاعبي الاهلي نعم ام لا لا في رد تاني ايه هو هو اللعيبه في النادي الاهلي مش رحيل طبعا كابتن حسام عاشور قيمه كبيره جدا ما رحيله ممكن ياثر في حاجات كتير كحاجه نظاميه في الفريق نفسه جوه الفرقه نفسها ان اللعيبه بتحبه ان حاجات كتيره ان هو قيمه كبيره موجوده لكن صحيح. مش هياثر على اللعيبه نفسها لا اللعيبه هتقدر تادي يعني ما ياثرش على الامكانيات الفنيه انما ياثر جوه اوضه اللبس في التعامل بصراحه معنا. جدا صح طبعا اللي بعده عبد الله السعيد لاعب يمكن تعويضه في الاهلي او المنتخب يمكن تعويضه نعم ام لا يمكن تعويضه هو يمكن بس لسه ما تعوضش يمكن بس لسه ما تعوضش اوكي يبقى نعم وجود البدري في منتخب مصر يسهل من انضمامي حال تألقي ان شاء الله يبقى نعم. نعم نعم ان شاء الله إيهاب جلال كان يستحق قيادة المنتخب نعم ام لا مع كامل التقدير والاحترام للكابتن حسام البدري والجهاز الفني بالكامل اللي موجود حاليا انت رديت اهو لا انا حطيت لك ده بين قوسين بص هو كابتن علشان حسام يبقى الكلام ما هو واضح يا السبوره النهارده الريتم عالي شويه انا عارف لا هو كابتن ايهاب جلال طبعا
جدير ان هو يدرب منتخب مصر، لكن كابتن حسام البدري طبعا جدير برضه انه يدرب منتخب مصر. ماشي انا همشي. هو ده ردي، ما فيش رد غير كده. بس انت كده ايه، انت عندك ثلاثه لا تعليق. طب ثلاثه لا تعليق كفايه بقى خلاص، يلا بينا الاختيارات. ندمان على عدم الانضمام للزمالك، ولا اللاعب للاهلي، ولا الرحيل عن الاهلي؟ ولا اختيار من الثلاثه. ولا اختيار. طب انا قلت لك انا ما بندمش على حاجه انا اخترتها يعني. ماشي، بالنسبه لي دي اجابه يعني عدم. دي اجابه. لاعب كنت تحب اللعب بجواره في الملعب، احمد فتحي، عبد الله السعيد، اجاي. الثلاثه طبعا لعيبه كبيره، وانا بحب طبعا العب جنبهم دايما، لكن طبعا اجاي انا لعيب كبير جدا 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 يعني، ولمسته ان انت تحب تلعب جنبه طبعا. كابتن عبد الله السعيد انا لعبت معاه كتير جدا، وبرده حاجه ما شاء الله فوق الوصف يعني. لكن انا بحب طبعا كابتن احمد فتحي، اللي انا لعبت قدامه ماتشات كتيره، هاف رايت وباك رايت. لا كابتن احمد فتحي قيمه كبيره جدا جدا، صعب تعوضها بسهوله يعني. يبقى احمد فتحي. اكتر من تعلمت منه في الاهلي، وليد سليمان، احمد فتحي، حسام عاشور. قلت لك الثلاث اختيارات صعبين جدا، لان الثلاثه لعيبه كبيره جدا طبعا يعني. لكن انا ممكن بحكم المركز بتاعي فكابتن وليد سليمان. كابتن وليد. افضل مدير فني تدربت مع ايهاب جلال، حسام البدري، كارتيرون. كابتن حسام البدري طبعا مدرب كبير جدا، وليا الشرف طبعا ان انا اتمرنت معاه واستفدت كتير جدا منه. ومستر باتريس كارتيرون طبعا مدير فني كبير طبعا، وعنده يعني وفاد لي كتير جدا في الفتره اللي كنت موجود معاه. ولكن كابتن ايهاب جلال افضل مدير فني اتمرنت معاه. ميدو فشل مع مصر المقاصة بسبب اللاعبين، ولا عدم ثبات التشكيل، ولا سبب اخر؟ لا هو سوء توفيق. انا هو سبب اخر. سبب اخر. اتمنى ايه من الثلاثه؟ انك ترجع للنادي الاهلي، ولا انك تلعب في الزمالك، ولا انك تتالق مع مصر المقاصة؟ سؤال جميل. شفت ازاي؟ انت جميل النهارده. ايوه. لا هو طبعا الثلاث اختيارات طبعا الثلاثة كويسين جدا. انا شايف ان العوده للنادي الاهلي ده طبعا تتمنى لعب نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير طبعا، في لعيبه معظم لعيبه مصر تتمنى طبعا. وتالق مع مصر المقاصة، اتمنى ان انا افيد مصر المقاصة واتالق مع مصر المقاصة. يعني واحد ثلاثة رتبهم لي، ايه رايك؟ يعني رتبهم لي على حسب انت شايف ايه. يعني رقم واحد منهم ها التالق مع مصر المقاصة، رقم اثنين العودة للنادي الاهلي، رقم ثلاثة انت عارف رقم ثلاثة الزمالك اكيد. يا ميدو انت شرفتني ونورتني. لا ده سهلة ايه النهارده؟ سهلة جدا بصراحة، كانت فيها مطبات خالص والدنيا حلوة يعني. انت شايف كده يعني؟ انا شايف كده. انت شايف حاجة تانية؟ لا انا شايف كده والله. حبيبي ايوه، انت شرفتني ونورتني. انت لعيب محترم. انا الشرف كبير جدا ليا. وما شاء الله عليك مرتب الافكار ومنظم جدا، ولا عقلية تحترم جدا جدا بره الملعب. يعني انا بشوفك دايما جوه الملعب، وادرك قد ايه اهميتك الفنيه، انما كمان بره الملعب ما شاء الله حاجه محترمه جدا. ربنا يخليك. ايوه ربنا يكرمك ويوفقك، واشوفك متالق مع مصر المقصه. ربنا يخليك وتكسر الدنيا وتوصل لكل اللي انت بتتمناه حبيبي. ربنا يخليك. ممكن كلمه صغيره طبعا. النهارده طبعا بمناسبه عيد الام، فاحب طبعا اقول لامي ربنا يبارك لي فيها طبعا، واشوفها دايما في احسن حال، وامهات مصر كلها طبعا. وهو اليوم ده بس حاجه تقليديه او حاجه لكن الام طبعا لها فضل كبير جدا علينا في حياتنا كلها، والعمر كله، والسنين جايه ان شاء الله ليهم كلهم، لامهات مصر كلها، وانهم مسندنا دايما، وده حاجه كبيره جدا لينا. ربنا يسعدهم دايما، واحنا نسعدهم دايما ان شاء الله باذن الله. صحيح. ربنا يا رب يخليها لك يا رب ويحفظها لك يا رب. ربنا يخليك حبيبي. خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نجم نادي الزمالك والمنضم حديثا للاتحاد السكندري احمد رفعت. بعد الفاصل خليكم معنا.